دراري راكم فريمون طيرتوني في الفيديو اللي فات، واحد الكميه ديال الانجيجمنت كانت في لا فيديو واعره بزاف، فرحتوني. شوف كيفاش كنضحك، فرحتوني الله يسهل عليكم. سي بوغ سا بغيت في هذا الفيديو هادي نشكركم بالطريقه ديالي. غادي نوريكم استراتيجي ديال التداول اي مارشي بغيتو، سواء في العملات الرقميه، سواء في الفوركس، سواء في لي زاكسيون، سواء في المعادن، فين ما تحطيتو ممكن تخدموها. غادي ممكن تتعلموا وتداولوا كيف ما كيتداولوا الحيتان اولا كنسميهم الويلز اولا الابناك الكبار. ان شاء الله ما غتبقاوش تخسروا بزاف هاد الدومين هذا، وثقوا بي والله ما تخربق. استراتيجي انا اصلا فوق ما كنحط لكم شي استراتيجي كتكون هاربه، واني هذه هي احسن حاجه وهي اللي كنخدم بها دابا حاليا شخصيا. ما كتاخذش الوقت بزاف، كتحط لي زوغز ديالك وكتخليها وكتنسى حتى كتدخل تشوف الارباح. المهم تقبيه كنوريها لي خويا هشام، غنخليكم اللينك ديال الشين يوتيوب ديالو في صندوق الوصف. هو اللي خدام في اي او كيصيفط لكم التوصيه ديال لي ستوكس الكريبتو كلشي كامل تما، دونك تما غنخليكم الجروب ديالو تما. غير قبل ما ندوزو ان شاء الله للفيديو غنعلم لكم بان كاينه مسابقه اخرى بحال اللي فاتت، اوكي، مي غنعطيكم الكونديشن ديالها وشحال غتربحوا فيها حتى في الوسط ديال الفيديو باش تخليكم متابعين معايا، اوكي، ما ديريوش بحال المره اللي فاتت. دونك خليكم متابعين معايا الفيديو، غادي نفسلكم خطوه بخطوه، غادي ندوزو ليكرون دابا شويه، هادشي كامل ان شاء الله من بعد الفاصل الاشهاري ديالنا. بروكر الموثوق ديالي وديال لاشين اللي كنخدموا به هو نيت اللي غادي نوريكم فيه العرض ديال هذه الاستراتيجي هذه، ونيت تيخول لينا نخدموا مزيان في هذه الاستراتيجي هذه، لان عنده دي باك اللي كيسهلوا علينا الخدمه، اوكي. بزاف ديال الحوايج فيه ممكن دي باك بحال في اي بي بلاك اللي ممكن تخدم بلا سبريد بدون داك الفرق في النقاط، يعني ممكن سكالبي بدون مشاكل، لو كوميشنز، المهم بزاف ديال الحوايج تخليكم تشوفوا اللينك في صندوق الوصف تقيدوا فيه باش يعيط لكم اسامه الا كنتو محتاجين شي حاجه هو غادي يقدم معكم. دابا ندوزو ليكرون. اوكي جايز، دونك غادي ندوزو البارطاج ديال ليكرون. كنتمنى تكون الكاميرا، عاد خديت لكم واحد الكاميرا جديده ديال هكا ستريمينغ، قول لي واش الكاميرا مزيانه والصوت مزيان. غادي ندير لكم هاد الاي بي هادي باش تشوفوني مزيان ونشوفكم مزيان. بارفي، دونك هنايا انا كنخدم في ميتا 5، ميتا تريدر 5، ممكن نخدمو حتى في تريدين فيو. انا غير باش نفسر لكم ندوز لكم لوغدر زعما في ماركت محلول فري ماركت، فهمتيني؟ اوكي، دونك هنايا عندنا لا بلاتفورم ديال التريدين، راكم عارفين هادشي، فسرتها لكم في الفيديوهات اللي فاتوا بحال ام تي 4. اوكي، انا كناناليزي هنايا وفي تريدين فيو بجوج. اول حاجه غادي خصنا نعرفو هي شنو هي لا استراتيجي. لا استراتيجي هي هما لي بيندين اوردرز، هادو صراحه شحال من واحد تعرفهم ولاني ما نتسوق لهمش، ما تديهاش فيهم. كلشي الاغلبيه ديال المتداولين اللي كيدخلوا دابا كلهم كيدخلوا في واحد لي زورد اللي كيتسماو ماركت اكزيكيوشن، يعني كتدخل في السوق ديريكتوم. ملي كتدخل في السوق ديريكتوم كيتحسب عليك اول حاجه السبريد، اما ملي كتخدم لي بيندنت اوردرز ما تيكونش سبريد، ما تيربحش معاك البروكر في داك الفارق. يعني مثلا تسلا اولا بيتكوين داير 50000 هو تيبيعوا لك ب 50000 او جوج دولار ولا 10 دولار، فهمتي بغيت نقول لك؟ يعني داك هو الفريق اللي كيربح معاك، هي الكوميسيون ديالو، عاد بلوس دو ساكن سواب بلوس الكوميسيون على حساب اللوتس، بزاف ديال الحوايج. هنايا اول افونتاج ديال الاستراتيجي هذه كيف قلت لكم هو السبريد كيمشي لكم ما تيبقاش. هذه من جهه. ثاني حاجه كاين اربعه ديال الانواع ديال البيندنت اوردرز اولا اش كنسميهم بالعربيه، الامور ولا الاوامر، الاوامر المعلقه، اوكي. انا وجدتهم لك هنا، وجدتهم لكم هنايا. كاين الباي ستوب، باي ليميت، والسيل ستوب، والسيل ليميت، اوكي. اروح نكبرهم باش نفسر لكم مزيان. عندكم الباي ستوب هو التعريف ديالو، اوردر بليسد ابوف برايس اند برايس كيبس جوين اب. يعني مثلا انت كتكون النقطه ديالك الدخول زعما المارشي كاين في هذه النقطه الزرقاء هذه، اوكي، انت بغيتيه تساينو في نقطه اللي الفوق اللي هو هذا الخط الاخضر، عاد منين وصلها يتحل عادي كمل الطلوع ديالو. هادشي اللي كتبغي تقول بهذا الباي ستوب هذا، اوكي. حنا غنشوفوا هادشي ان شاء الله من بعد في الام تي 5. عندك الباي ليميت هو الاكس ديالو، اوردر بليسد بلو برايس اند برايس ذن جوز اب. عندك النقطه اللي كتكون فيها حاليا هي هادي، انت كتبغي يزيد يهبط لتحت عادي تحل، كتقول له تتوصل هذا الخط الاخضر هذا عاد تحل الباي هنايا وطلع. هنا العكس تيكون، النقطه اللي باغي توصل لها كتكون فوق البرايس اللي البرايس اكتويال، اوكي. هنايا لا، كتكون البرايس اللي باغي تدخلو تيكون تحت البرايس اكتويال، اوكي. عندك السيل ستوب تقريبا نفس الحاجه، غير هو هذه بالنسبه للبيع. بالنسبه للبيع كتقول له النقطه ديالك اللي كتكون عندك حاليا محلوله هي هذه، كتقول له حتى تزيد تهبط وتوصل هنايا عاد تحل. تجيني انسان تيبغي يزيد يتاكد بان راه مشى مثلا في داون تريند عاد تيبغي يدخل، هذا هو السيل ستوب. اما السيل ليميت العكس عاوتاني، كتقول له كتكون النقطه ديالك حاليا المارشي كاين هنايا،
كتقول له تزيد طلع الفوق شويه مثلا غتساين واحد ريزيستنس هنايا عاد تحل فيها وهبط. اوكي دونك ساهله مهله. شوف من الاحسن كنصحكم سوا تكتبوها في ورقه وتعلقوها في حيط سوا امبريميو هذا السكرين سكرين شوت هذا وتلصقوها، لان حتى انا براسي شي مرات كيتلفوا ليا كنرجع نعاود نشوف التعريف ديال كل وحده، لان ما ساهلاش خاصها غير براتيك. اوكي ابري كنولف مثلا انا كنخدم الصراحه اكثريه بالباي ليميت اولا بالسيل ليميت، انا غنفصل لكم علاش من بعد. هادو ما تخدمش فيهم بزاف غير صاحبي هشام تيستعملهم بزاف. اوكي المهم ما علينا، دابا فهمتوا التعريف قولوا لي واش فهمتوا التعريف او لا. اوكي اللي فهمتوا التعريف خلوها في كومونتير. دابا ندوزو للبرات. دونك هنايا عندي ممكن تاخذوا اي جرافيك بغيتوا. انا دابا حاليا الحال ديال تسلا. اوكي ديما ثاني كيما نقول لكم تريدو في كوم ديمو تيستيو في كوم ديمو. اوكي هنايا مثلا هنايا كنت حاط واحد واحد البيندن اوردرز مثلا هنايا. اوكي هنايا في نظركم الدراري غادي توقفوا الفيديو غتقولوا لي اين تايب اوف بيندن اوردر هنايا حطيت. اوكي وقفت الفيديو جاوبتوا في الكومونتير، دابا رجعوا راني نقول لكم اين واحد. دونك لي جاوب صحيح راه برافو عليكم، اللي جاوب غلط انا غنقول لكم كيف. هنايا كان لو بري نورمالمون انا كنت كنشوف هنايا كنت واصل في هذه الجهه هذه كان لو بري هنايا، ومشيت كنقلب على السيبور ديالي كنت راسمه هنايا. دابا نوريكم في تريدين فيو هنايا كاين ان سيبور، يعني شنو تنقولوا الدراري ملي كيوصل للبرايس للسيبور تيعاود يطلع، ملي كيوصل للريزيستانس تيهبط. اوكي دونك هنا كنت كنساين وقلت اون فوا غادي يوصل له غادي نحل الباي ونطلع. دونك غادي نحاولوا نرجعوا ونشوفوا الشكل ديالنا اللي كيناسب هاد القضيه هادي. دونك غادي نشوفوا بيان سور في الباي باي ستوب لا باسكو حنا كنقلبوا على كنا كنقولوا كنقلبوا على بري ديال تحت عادي يطلع. دونك هو الباي ليميت فهمتوا. دونك غادي نرجعوا لهذا. دونك باي ليميت كنا هنايا كنا نوصل هاد النقطه هادي عاد تحل وعاد خذ الارباح ديالك منين يطلع. هذاك الشيء اكزاكتومون اللي كندير هنايا. هنايا في ام تي 5 تيوريك النقط فين دخلتي وفين خرجتي. هنا هاد السهم الزرق تيعني باي وهنايا هاد السهم الاحمر تيعني السالي يعني الخروج. اوكي دونك فوالا هنا دي كانت صفقه ناجحه. غادي نمشيو نمشيو دابا نحاولوا نفهموا كيفاش كنديروا نحطوا هاد لي تيب دوغ. اوكي غادي نمشيو من الاحسن للتريدين فيو لان تيكون واضح اكثر. هنا غادي نديروا نمشيو للميم جرافيك غنديروا تسلا. هانتوما كما كتشوفوا كنت راسمهم هنايا كنت راسم واحد اخر عاوتاني دخلت له هنايا في 894 تما تكونوا كتشوفوني فوالا. دونك هنايا حاولت حطيت ملي كنهابط هاد الشيء ممكن ديروه واخا ديروه على شهر. حيت عرفتي علاش رسمت هذا هنايا لان كاين سيبور هنايا غادي نحاول نرجعوا لهنا غادي نلقاوه. شتو هاو ريزيستنس انا كان ريزيستنس شتي انا ترسم. دونك هنا اوتوماتيك ممكن فاش نقول لكم ديما لي زون تعاود يرجع لهم شتو. دونك انا كنترسمو هذا شحال هادي حطيت الاوردر ديالي باي ليميت ديالي هنايا قلت كاين فوا يوصل هاد النقطه هادي غندير باي وغنمثلا غندير واحد 50 نقطه ولا 100 نقطه ونخرج الارباح ديالي فاسيل. هاد النقط هادو هما يمشيو تيكونوا مركزين للويلز الكبار الحيتان الكبار او الابناك فهمتيني او لي اتش فاوند هما شكتي اللي كيديروا كيتريديو غير في النقاط كيتسماو. اللي وصل معايا في هذا الحد الفيديو هو اللي غادي يعرف لي كونديسيون وشحال ممكن تربحوا في هذه المسابقه هذه اللي كنديرها انا زعما انا اللي هو كنشجع الناس. اوكي دونك ثلاثه ديال الناس ديك المره كنا درنا راس راي اس دي تي دابا غادي ندير 20 يو اس دي تي لكل واحد. اوكي ثلاثه اللي غادي يربحوها صوره المسابقه خاص تكون عندك الوالد ديالك في بايبيت. اوكي هذه اول حاجه وضروري ما تكون مقيد في اللين اللي داير لك في صندوق الوصف ديال بايبيت. اوكي خاص توجد ليا دير لي ان كومونتير تكتب ليا كيفاش جاتك استراتيجي. اوكي وتكتب ليا تحتها الادريس والد ديالك ديال يو اس دي تي تي ار سي 20. وثالث حاجه هذه المهم علاش كندير نشوفها مي دخلت ابونا في انستغرام لايكي لا فيديو بارطاجيها حتى هي وعندكم الامكانيه تكومونتيو شحال ما بغيتوا شحال ما بغيتوا في لا فيديو. المهم انا غادي نختار غادي ناخذ ثلاثه الاخر ثلاثه الاخر. اوكي هما اللي غادي نهز والسحب ان شاء الله غادي نديرو في نيكست فيديو غادي نديرو لايف غادي نختار لي كومونتير وغادي نصيفط لكم لايف اليو اس دي تي ديالكم. هذا ما كان دابا نكملوا الفيديو. سبلاي اند ديماند زون لا زون ديال السبلاي وديال لا ديموند تماك الناس كيحطوا دي سورتو البونو كل ويز الكبار تيحطوا دي زورد اللي تيكونوا كبار يعني اون فوا كتوصل لدوك لي زون شي مره كتشوف الشمعه دارت هبطات لتحت ولا طلعت للفوق وراه بسبب بدوك اللي حاطين دي مونطون كبار دوك الابلاك وهذا. اوكي دونك ديما بقات تحط لي سوبور ولي ريزيستانس ديالك مثلا غادي نجيو عاوتاني هنايا غادي ندير فين هي هنا كاينه عاوتاني ريزيستانس سوبور باردون. اوكي كاين هنايا كاين هنايا
كاين بزاف، حنا كل ما لقيناهم كملنا مزيان. كل وحده مثلا هنايا في الباي غادي نجي نحط هنايا باي ليميت، هنا باي ليميت، هنا باي ليميت، هنا باي ليميت، هنا يعني هادشي كنشوفوه، كنشوفوه يعني بغيت نقول لكم يعني ما كنرجعوش نشوفوا الهيستوريك، ما غادي نشوفوا هنايا كنساينوا البري يرجع في هاد الجهه هادي، لا بريديكسيون فيوتور، يعني داكشي اللي كنحاولوا نتوقعوه في الفيوتور، يعني اون فوا يوصلوا لهاد لي زون هادو كنكونوا حاطين لي باي ليميت ديالنا وتبقاو كنساينوا. يعني ممكن تاخد شهر، ثلاث شهور، اربع شهور، المهم انت كتحط البيدن اوردر ديالك وكتساين دخل الارباح ديالك، فيكسي ستوب لوس وفيكسي تيك بروفيت ديالك وخرج عندك، وتخليوا هاد لي زورد هادو بلا تيك بروفيت وبلا ستوب لوس، سورتو ستوب لوس ديالكم الدراري. تيك بروفيت ممكن تخليه يزيد اكثر، مي ستوب لوس لا، ولا مشات عكس عليك مشيتي فيها. دونك هادي بالنسبه للقضيه ديال باي ليميت. باي ستوب مثلا، مثلا ممكن تجي هنايا هانزومي هنايا مثلا تزيد تقول له منين توصل مثلا هاد لا زون هادي، نفرضوا حنا غنديروا بحال اللي غادي بصح غادي هذا، هنا كاينه واحد لا زون هكا اوكي، واحد الكانال مرسمو هنايا، نتمنى دريتكم كتستافدوا من هادشي اوكي. نشوفوا الباي ستوب فين غنديروا نخرجوا، هنا كاينه ريزيستنس كبيره، هذه هي القمه ديالو، هنا كاينه واحده اخرى عاوتاني ها هي، هنا كاينه واحده اخرى، وهنا عاد ولات تشكلات واحده اخرى اوكي، هي هادي ديال هادي ودير هادي ودير هادي اوكي. دونك هنايا شنو غادي نقولوا، غنقولوا الا كانت اون كاسور هنايا تكاسات دار ان بريك اوت نورمالمون غيطلع هذا البري هذا، انا نورمالمون غادي نخاف يكون ان فيك بريك اوت، نخاف كيف قلت لكم يكون ان فيك بريك اوت هنايا. يعني شنو غادي ندير، غنحاول حتى يوصل مثلا لهذا البوينت هذا، نحاول ندير لكم شي سهم مثلا في هذه الجهه هذه يوصل لهذه المنطقه هذه، عاد ندير الباي ستوب ديالي، يعني تي تي يبريكي بصح ويبقى فوق هاد الريزيستانس ديالي، عاد نقول له دخل حيت يقدر يقول بلا اوكي، هنا نقدر ندير الباي ستوب ديالي صافي، ومورا غندير تيك بروفيت هاد لا زون هادي في 1165، هذا هو الباي ستوب ساهل اوكي. دابا حنا هنايا في الجرافيك شويه طالع، غادي نحاولوا نخدموا السيل اوكي. دونك السيل هنايا مثلا، هنايا عندي ممكن نحل السيل نيشن في ماركت اكزيكيوشن صراحه، اولا مثلا نقدر ندير هنايا، انا غادي ندير شو غادي ندير هنايا، السيل ستوب اولا السيل ليميت. يلاه الدراري جاوبوني في الفيديو عفاكم اوكي، حبسوا الفيديو دابا رجعوا نشوف هنايا، قلنا دابا غادي نساينو البري يطلع، يطلع حتى لهنايا اوكي، غنحاولوا نرسموها يطلع حتى لهنايا ونديروا السيل، وبغينا يهبط هنايا. دونك هنا واش السيل ستوب اولا السيل ليميت، نرجعوا تلفتي رجع للشيما ديالك. دونك هاو كيطلع عاد تيهبط، دونك هنايا السيل ليميت ماشي سيل ستوب اوكي. دونك انا غندير السيل ليميت ديالي في هذه النقطه هذه 1165. دونك غنديروا تجربه لايف في ميتا تريدر، دونك غنديروا تريدين هكا، غنديروا نوفيل اوردر اوكي، غنجيو هنايا غنديروا تايب، انا عندك اكزيكيوشن او بري دو مارشي، عندك اورد اون اتونت هنا فرنسيه، انا غنديروا قلنا سيل ليميت ها هي اوكي، قلنا البري غادي نديروه اسيدي قلنا هنايا 1166، المهم تقدر داكشي تقريبا الدراري غير باش تفهموا القضيه. بري هو هنايا 1166 اوكي، الفوليوم مثلا غنديروا هنايا 0.10 هذا اللوت سايز اوكي. هنا غنديروا ستوب لوس ديالنا، دونك كنا غنفتحوا هنايا غنديروا ستوب لوس ماكسيموم هنايا 1204 اوكي. ابري نتوما الدراري انا كنعطيكم غير باش نوريكم، مي نتوما غتدرسوا هذا الشيء اوكي. والتيك بروفيت ديالي غنديروا غنديروا مثلا في 1000 غنشوفوا هنا تحل هنايا، قلنا ارجع لهنايا، ارجع هاد لازون هادي 1190 مزيانه مزيانه هنايا 1190 طوب. دابا راسكم عاد دات ديكسبيراسيون، راه شي مرات كيت اكسبيرا في نهارو، دونك دائما خاصكم ديروا جوغ سبيسيفي وديروا الماكسيموم مثلا، ديروا المهم بعدوه لو ماكسيموم اوكي. بغيت كومونتي هنايا كومونتي قول سال ليميت سيبان امير رمال اوكي، كدير بلاصي طوب. ها هو تحط هنايا، ها هو سال ليميت هنايا باللوت سايز ديالك، هنا ستوب لوس ديالك، وهنا تيك بروفيت ديالك باغفي. هنا الدراري كيتحط لكم هنايا لتحت، ها هو كاع داكشي اللي دايرو تيك بروفيت ستوب لوس وكلشي، اون فوا كيتحل كيبدا خدام هنايا، ما كتخلص لا فيز لا سبريد لا حتى شي حاجه اوكي. دونك هذا هو ليكزامبل ديال سيل ليميت، نحاولوا نشوفوا ديال سيل ستوب
هو تقريبا راه نفس البلا نفس داكشي اللي فسرنا. دونك قلنا كنسينو البري يكون زايد هابط عاد كنتاكدوا من الهبوط ديالو عاد كنحلو. دونك مثلا غنشوفوا شي فكره هنايا مثلا هنايا هنايا طالع اوكي. دونك غادي نشوفوا مثلا خصنا نشوفوا شي نقطه هنايا مثلا غادي نقولوا له مثلا الى مشى هنايا صراحه راه في سيبور هنايا راه في سيبور كما شفنا في تريدين فيو. دونك غادي نقولوا له مثلا وصل 1075 وعاود حل سل 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 ستوب ندير نفس الحاجه تريدين نوفيل اورد باي ليميت سيل ستوب وهي غاديه غديروا مسائل ديالكم وداكشي كامل تدخلوه وهانتوما ناضيين. دونك هذه هي استراتيجي تقريبا هذه باش كنخدم صراحه. دونك فين ما مشيت رجعوا تريدين فيو باش تساعدنا نخدموا اوكي. دونك شوف سبلاي وديماند زون الدراري سورتو في الفريم الكبار مع السوايع الساعه فين ما بغيتوا تخدموها تخدموها ما تخافوش جربوها في الكون ديال ديالهم ما تخافوش دائما كتكون رياكشن في البرايس دائما السيبور ريزيستانس تما كتكون رياكشن يعني الا انت حكمتيهاش ديتيها من بعيد راه غادي تفرع على الماركت اوكي. بس زوينه هذه ما كتدوخكش ما كتكونش حال دي تريد لايف يعني بزاف نحاول نصغر باش تشوفوا اوكي. دونك التقنيه ديالها هي تحل بزاف ممكن تحل بزاف ديال المارشي ممكن تحل مثلا تحل بزاف ديال زعما لي بير تحل في الفوركس تحل في لي زاكسيون في البيتكوين في الكريبتو تحل بزاف وتسيلهم كيتشهد غير هو ملي كتحل بزاف تقدر تدوخ يتحلوا بدقه واحده. دونك فيكسي ستوب لوس ديالك فيكسي تيك بروفيت ديالك وحاول دير مثلا انت واحد بحال واحد تحدي بينك وبين راسك قول من هنا الشهر غندخل نشوف شنو درت اوكي وبقى تراجع بوزيسيون بوزيسيون شنو دارت غتلقى راسك رابح وغتلقى راسك رابح ان شاء الله غتلقى راسك رابح. دونك حاجه اخرى حاولوا تصغروا لي تيك بروفيت ديالكم ما تكبروهمش باش تخرجوا بالارباح دغيا طلعوا اللوت سايز وصغروا تيك بروفيت. انا صراحه هادشي اللي كندير سورتو في لي زاكسيون كنطلع اللوت سايز وكنصغر تيك بروفيت الا خرجت غير 10 نقاط بركه عليا اوكي. ملي كنكون ديك الساعات انا في شي مثلا في شي بوزيشن بحال هذه هنايا في سيبور كندخل ماركت اكزيكيوشن وكنطلع تيك بروفيت ديالي كنخليه مثلا يمشي مثلا هنايا انا شديت هاد الشده هذه كامل ديال تسلا من هنايا حتى لهنايا ومازال شادها الصراحه اوكي مازال شاده كنقول في اللونغ تيرم. دونك باش تعرف حاولوا تصغروا تيك بروفيت وتكبروا اللوت سايز المهم من بعد ديك الساعه نتوما تضغطوا على كيف ما بغيتوا. هادشي اللي كاين الدراري كنتمنى تكون عجبتكم الاستراتيجي حاولوا تستيوها ردوا عليا الاخبار. دونك نتلاقاو من هنا شهر اوكي. الا بغيتو كاع نديرو شي فيديو هكا لايف نبقاو نحطوا لي بوزيشن ديالنا اون ديريكت اوكي. راه بالنسبه للناس اللي ما كيلقاوش الوقت باش يديروا هادشي راه كتلقى في الجروب اي اي ا هما كيحطوا لكم هاد لي تيب ديال لي زورد في الجروب ديالهم اوكي. دونك راه تلقاو في صندوق الوصف تدخلوا تما تفركوا جايز. كنتمنى تكون لا فيديو عجبتكم والله العظيم غير ترينو بها خدموا فيها في الديمو بزاف خاص ضروري اي استراتيجي خدمتوها خاص ضروري ما تمدلو لا براتيك اوكي بالبراكتيس باش كتحسنوها اكثر واصلا هذه خاصها الوقت يعني دائما دوك لي زورد اللي كتحطوا تيخصهم الوقت باش يديك لونشاو مي ان شاء الله على ما يسالي الشهر غتلقى راسك كدير ارباح زوينه بزاف وخا بكابيتال صغير ممكن دير ارباح مزيانه وبلا ريسك بلا حتى شي حاجه. دونك الدراري جربوا تيستيو في الديمو عاد دوزو الغير كيف ما نقول لكم وما تريديوش الفلوس اللي مسلفينهم اولا اللي ما قدرتيش تخسرهم حضيو راسكم هذه ديما نصيحه تنقولها لكم في اي فيديو. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو لايكيو كومونتيو وبارطاجيو مع اصحابكم نشوفو ان شاء الله في الفيديو المجيه تشا.